السلام عليكم ورحمة الله الحباب العزاز، كيراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين إن شاء الله يا ربي. يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وأتم الصحة والعافية، وإن شاء الله تكونوا قضيتوا العطلة ديالكم مزيان ودوزتوها مع العائلة مزيان إن شاء الله. وأستسمع على الصوت، شوية كنت مريضة ودابا شوية الحمد لله، وقلت علاش لا، غبرت بزاف على اليوتيوب. اليوم نشارك معكم واحد الرولي ميكس ديال بين الدجاج وصدر ديال لادند، كيجي واعر هكا للضياف او لوليداتكم، يديو هكا الغدا كوجبه. وان شاء الله احبابي نبدا معكم المقادير. عندي هنايا 400 غرام ديال الصدر ديال الدجاج و400 غرام صدر ديال لادند، نص معلقه ديال الابزار ونص معلقه سكينجبير. هنا عندي واحد البصله مشلضه مع ثلاثه د الفصوص ديال الثومه، غير صهدتهم واحد شويه هكا في المقله، ما طابوش، غير تصهدوا واحد شويه وصافي باش كتحيد داك الريحه ديال البصله. هنا ضفت شويه ديال الزيتون، وغادي نضيف الملح، دائما كتبقى حسب الذوق، والربيع مخلط بين القزبر والمعدنوس، وهنا واحد راس معلقه ديال الكركم او الحرقوم. هنا كيف كتشوفوا معايا احبابي، ما عنديش هذيك الماكينه اللي كيطحنوا بها اللحم، المهم كنطحن بهذه، راه مزيان كطحن اللحم ديال الدجاج حيت رطب دغيا كيطحن. وتقدروا ديروا الكفته ديال لادند الا ما عندكمش هكا باش تطحنوه في الدار، تشريوا الكفته هكا مطحونه وجاهزه وتزيدوا عليه هاد المقادير اللي ضفت ليها. صدقوني يا البنات كيجي الرولي ديال الدجاج كيجي بنين 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 بزاف، وبالخصوص كيعجب الوليدات بزاف بزاف، كياكلوه كيتكال اما سخون اما بارد، كل واحد على حساب كيفاش كيعجب له. وهنايا غادي نضيف الرز مسلوق، المهم مسلوق نص القوصه في، ماشي طاب بزاف. هنا ضفت ليه ثلاثه د المعالق، كذلك غادي نطحن معاه كل شيء، وفي الاخير غادي نضيف واحد البيضه. ونخليكم حبابي، راه الفيديو هو شرح نفسه وفرجه ممتعه.
هنا كما تابعتوا معايا راه روليتو مزيان وقاديتو، خاص يجي المهم الرولو متوازي، ما يجيش مع الجناب هكا رقيق وفي الوسط عريض، قاديتو مزيان هكا بيدية وروليتو في بابي ألمنيوم وعاود دوبليت له واحد بابير ألمنيوم آخر. وهنا مع الجناب خاصنا نزيروه مزيان، نسدوه بإحكام باش ملي يدخل الفران ما غاديش يترتق ما والو، خاصنا ضروري ما نزيروه مزيان هكا مع الجناب كيما كتشوفوا معايا. راه زيرت وعاود كنأكد باللي راه زعما مسدود مزيان. وهنا الفران راه ديجا مسخن من قبل وشعلته العافية الفوق والتحت، والحرارة 270 درجة على حساب كل فران والحرارة اللي فيه، المهم ماكسيمو اللي درت الحرارة والساعة أو لا ساعة وعشرة دقائق اللي كيدي للطياب. صافي بعد ما دازت ساعة وعشرة دقائق أو لا خمسة دقائق، صافي طاب الرولو ديال الدجاج ديالي كما كتشوفوا معايا هنا كيخرج بيض، ضروري ما خصنا ندهنو له الوجه بالصفار ديال البيضة. هنا أنا زدت له شوية ديال البابريكا أو التحميرة وشوية ديال الإبزار، وضروري من شوية ديال الخل باش كتحيد داك الزفورية. وهنا غادي ندهن الرولو ديالي، ندهنو مزيان مزيان، راه باقي سخون حيت انا ما عنديش الوقت باش نخليه حتى يبرد، كانوا الضياف جايين عندي ودهنتو واخا هكا سخون، دهنتو مزيان هكا بالشتاء ورجعتو للفران حتى يتحمر. الطبق ديالي اهو وجد، نتمنى يعجب لكم احبابي، ونتمنى ان شاء الله تاخذوا ولو فكره غير صغيره وصافي من هاد الاطباق اللي كنقدم لكم، حيت هاد الشيء كنديرو غير انا، ماشي زعما كناخذو من اليوتيوب ولا شي حاجه، للمقادير والحاجه كنجربها وعاد كنشاركها معكم. وشكرا لكم حبابي. هنا راني كنضيف له صوص بيشاميل، صوص بيشاميل كل شيء كيعرف يسايبو، ما كانش عندي الوقت باش نصوره معكم. وهنا ضروري ما نسقيوه واحد شوية الفوق. وبالصحة والراحة، وما تنساوش حبابي لايك الفيديو إلى عجب لكم وبارتاج مع أحبابكم. نخليكم حبابي إلى فيديو قادم إن شاء الله مع وصفة جديدة. مع السلامة.